بلشت انا يعني ركز على الحروف. اول شيء بحط حرف، سجل حرف يعني وبقول لي ايش هو، بعدين حرفين، بعدين ثلاث حروف، لهيك صرت طبق كلمات يعني وجمل ونص يعني كامل. شاطر بالعربي، بحب اكتب بس ما بعرف. بقدر مع الوقت يتخطى البروبلم اللي عنده. مشكلة إنه هو ما بيشوف، ما وقف عندها، ضلوا عم يكمل ويثابر ويحاول إنه يتعلم وياخذ شهادة من هاي المدرسة وينجح وياخذ علامات جيدة، وصار عم ينافس الشطار.